انت سرحتها للبيت بس. عندها شغاله منين؟ من سيراليون للبيت بتاعي بس، يعني بحكم وظيفتي ما بندفعلهاش راتب، يعني من هاوس كيبنج موجوده لينا بس. هي ما كانتش بتعمل حاجه، فلقيت رفاهيه مش متخيلها، وعارفه ان انا هتجوز وكده وبتاع وشريس، فقالت لي برافو عليك دي ضربه معلم. فنيتك؟ قالت لي برافو عليك ساعتها. المهم في لحظه قبل الكورونا دي باسبوعين كانوا ابتدوا بقى ايه، كان في كرايسيس في دبي، ازمه ماليه قبل الكورونا. يعني ايه؟ يعني بيبقى عمليه توفير مديرين ووظائف وكده. ف يعني كيف استغناء عن المديرين، اللي انا كنت انا باخد حوالي 17,000 درهم، يعني بتتكلم حوالي 90,000 جنيه مصري. ف قلنا سبت شغل، هي كانت نزلت وانا سبت شغل ما بشتغلش، وكنت ساكن في جناح وعندي هم كانوا معايا، بس نزلت هي والاطفال بس، كانت بتعمل التخطيط ده عشان تبيع الحاجه دي كلها وتتطلق وتتجوز. اتجوزت دلوقتي؟ اتجوزت واحد في العماره في البيت اللي هم كانوا فيه، ساكن في الدور فيها، يمكن تعرفهم من زمان قبل انا ما اعرفها، لان انا خدتها كده. بيت عيلتها هي؟ عيلتها في الامريه. وهو كمان سواق تاكسي يعني، فانا ما اي ويز سبرايز يعني. هيز هيتنج مي يعني كيلينج مي يعني بتذبحني يعني كده. فهو ممكن كانت وزن على علاقه قبل كده وانا ما اعرفش، وانا اتدبست ومخلف ثلاث اولاد انا بتكلم ثلاث لغات، بتكلم هندي وبتكلم كنت وانجليزي وفارسي ايراني. كلمتها في التليفون؟ قلت لها ايه وقالت لك ايه؟ قالت لي يا عماد انا رفعت قضيه خلع ومش هنكمل مع بعض، وما سمتنيش انها اتجوزت، وبعت الارض، انا عندي مزرعه، بعت الارض وبعت الشقه وما تعملش حاجه عندي، يعني اخبط دماغك في الحيط. فانا اقول سبرايز يعني. ولادك؟ ولادي يعني زي ما قلت لحضرتك، انا كنت انا يعني كانوا معاها هي بتوديهم المدرسه وتجيبهم وترضعهم وتكبرهم وبتاع، فريليتنج ليها اكتر. الا الطفل الصغير ده اكتر واحد ليه شيء يعني. اسميهم ايه؟ كريم وخالد وعادل. ثلاث صبيان ما شاء الله. ثلاث صبيان فقط الحمد لله. تحبهم؟ اكيد جدا طبعا، دي قابي مني يعني، ما بفهمش حاجه منها من صوتها ما فيش، بس هم كلهم شكلك؟ بس حنيه الام اكيد طبعا، هي بتعمل لهم الاكل وتاكلهم وتبصرهم ضوافرهم كل شيء، من غيرها دي ار لوزنج. انا شخصيا ما كنتش بعرف اعمل حاجه يعني، اي نيد حد سبورتنج تو مي يعني، هي او كذا. كلمتهم في التليفون؟ انا بشوف عملت، فاضطريت بقى قابلت محامي، فاخدت حكم رأي ان انا اشوف اولادي، قالوا لي نشوف اصغر واحد بس لان هو اقل من 18، انما الكبار واحد فيهم. عمرهم كام؟ بقول لك عندي واحد عنده 11، واحد 17، واحد 18. انت هتشوف الصغير خالص، بس اخوك كبير بقى يجي. يعني وصلت بيا المرحله ان انا اقعد في المقابر، قعدت في مقابر حوش زي فيلا كده يعني، في غرف وبتاع. عارفاها؟